يعني زي كتير. ما انا وكريم كنا بنتكلم كده في الانترو، كبوات بتعدي على اي حد، وفي نفس الوقت انت ما ينفعش تفضل التوب على طول، ما لازم أكيد. يحصل ده. وانت كنت لاعب سابق ونجم من نجوم النادي الاهلي وبتنتمي لجيل، كنت بدردش معاك قبل ما نطلع الهوا بقول لك ان الجيل بتاعك وكم جيل اللي قبليه وكم جيل اللي بعديه، الحقيقه طبعا مريتوا بتحديات كتير، مريتوا بفترات كبوات انتوا كمان بطبيعه الحال ان دي كره القدم، لكن كان في كواليتي مختلفه من التعامل من اللعيبه، وانا هنا بتكلم عن اللعيبه بصفه خاصه، كان في كواليتي مختلف من التعامل مع الازمات. كنتوا بتعملوا ايه وبتهندلوا ازاي اي كبوه بتمروا بيها؟ والله يعني حاجات اوقات كتيره كنا بنبقى بعيد عن المنافسه مثلا، وبلاقي مثلا في اوقات افتكر موسم مثلا دوري 93 94 كان دوري صعب جدا، وكان الدور الاولاني مثلا فرق بيننا وبين نادي الزمالك، الزمالك متفوق ب 13 بونت، فرق كبير طبعا. طبعا. لكن لعيبه النادي الاهلي الكبار كابتن شوبير، كابتن عبد الصادق، طبعا نجوم كبار، كابتن ايمن شاوي، كابتن حسام حسن، اسامي كبيره، كان بنتجمع في بيت مثلا كابتن الفريق اللي هو كابتن شوبير، جمع الفرقه كلها على العشاء مع اتفاق مع مدير الكره. عايز بس اقول صباح الفل لكابتن شوبير ان هو بيتابعنا على فكره كتير في 10 الصبح في الاهلي، تحياتنا ليه كابتن شوبير. جمعنا في البيت عنده مع اتفاق مع كابتن طارق السليم طبعا مدير الكوره، جمع اللعيبه الكبار، كل اللعيبه الصغيره، كل مع بعض نقعد قاعده مع بعض نتعشى بدون اي حد من الجهاز الفني، اللعيبه مع بعض، اللعيبه الكبار اللي بتتكلم احنا عندنا مشكله الفتره الجايه، لازم نتكاتف، لازم نحط ايدينا في ايد بعض، جماهير النادي الاهلي لا تقبل الهزيمه باستمرار، النادي الاهلي حتى لعيبه النادي الاهلي مش متعودين على مدار اجيال كبيره جدا بيقول لك ايه النادي الاهلي ما خسرش ماتشين ورا بعض، احنا بقالنا 20 سنه ما خسرناش الدوري مرتين ورا بعض برضه، فحاجات كتير كانت بتحصل، تكاتف، اللعيبه بتقرب من بعض، المشاكل كلها بتخلص حتى لو في مشكله بين اللعيب والتاني، ده اللي كان بيحصل. فكرك ده مش حاصل حاليا عشان كده شفنا اللي احنا شايفينه. والله بص الظروف، انا شايف ان الموسم ده واللي قبليه في ظروف استثنائيه صعبه جدا قويه جدا احنا اتكلمنا فيها، بس هي عشان اول مره تحصل احنا مش حاسين اثار على لعيبه النادي الاهلي، خلينا واضحين، وده بنشوفه في اداء النادي الاهلي وبنشوفه في حجم الاصابات اللي بتحصل. احنا المباراه اللي فاتت اول خمس دقائق عندك احمد عبد القادر وصلاح محسن بيخرجوا باول خمس دقائق، ده يعني خمس دقائق ده لسه ما عملش حاجه، يعني هو بيسخن اشتغل بس 25 دقيقه لو تسخين هو اللي عمل فيهم المجهود ده. طب ده دي اكيد في حاجه مشكله كبيره قبليها، عمرو السوليه قبليها، عمرو حمدي فتحي اللي هو بقاله مثلا حوالي مثلا شهرين عمال يرجع يخش في اصابه ويرجع في اصابه يخش في اصابه، ففي مشكله كبيره بتقابل لعيبه النادي الاهلي اللي هم لاعبين عدد كبير جدا من المباريات خلال الموسمين. مشكله الكورونا او مشكله حصلت او تلاحم المواسم حطتنا في مشكله كبيره جدا. وليه النادي الاهلي هو اللي في المشكله دي؟ لان هو بيشارك في كل البطولات يا كابتن. لا لا وغير كده يا جماعه مش ذنبنا ان احنا كبار يعني. ايوه مش بيشارك بس، بيوصل للمباراه النهائيه. المباراه النهائيه دي يعني بيلعب عدد مباريات قد ايه، بيسافر كام سفريه، بيرجع من السفريه ويرجع على المباراه في الدوري المصري، بيرجع على مباراه كاس مصر، لعيبه المنتخب تروح تجري على البطولة العربية، جري على منتخب مصر. احنا تعبنا والله، احنا كمذيعين تعبنا. كاس قديم وجديد ومفتوحين على بعض. مشكلة كبيرة جدا بتقابلنا، بس احنا برضو عشان أول مرة تحصل لعيبة النادي الأهلي وبنشوف مثلا أداء النادي الأهلي وبنقول إيه ده، لا لعيبة النادي الأهلي بتتدلع، لا لعيبة النادي الأهلي مش قادرة، لا لعيبة هي النادي لعيبة النادي الأهلي فعلا عندهم مشكلة كبيرة جدا كبيرة. هل أنا مش عارف بقى هي إجهاد او بسبب فترات الراحه الطويله اللي كان بيديها مستر موسيماني خلال توليه المسؤوليه، ده الشغل البدني، ده اصل الشغل البدني ده حاجه مهمه جدا في اداء اللاعب. في حاجه ملخبطه في اداء النادي الاهلي، ايه هي؟ محدش عارف يحط ايديه على المشكله، لان حتى مستر سواريش قال لك انا ما بمرنش، الراجل بيشتغل اربع ايام. فعلا احنا بنيجي نشتغل كمدربين يكون عندنا مباراه كل 3 ايام، بنرجع من المباراه بندي اللعيبه اللي لعبت ال 90 دقيقه ربع ساعه كده جري كده خفيف، اليوم الثاني تلاقي مثلا بتحضر الماتش اللي بعديه تشتغل مثلا كور ثابته، مش وقت تتمرن، ما بتلحقش، هو ما بيمرنش، هيشتغل حتى لو يجي يشتغل تكتيك معاهم يحفظهم حاجه محتاجه مجهود شويه بيخاف. لكن الاصابات النادي الاهلي فيها مشكله كبيره جدا. اللي احنا فيه ده احنا في مشكله كبيره جدا. ساعات ببقى قاعد مع نفسي، انا مع نفسي اقول ايه، طبعا مش صاحب قرار، اقول ايه لا لازم النادي الاهلي يعتذر عن بطوله واثنين لغايه اللعيبه دي ترتاح.
اصل احنا دلوقتي عمالين نتكلم نقول ايه اللعيبه دي مقصره، اللعيبه دي لازم تتغير ونجيب. لا يا جماعه، اللعيبه دي نفسها اللي خدت 2 بطوله افريقيا وكنا مبسوطين بيهم ومبسوطين بادائهم، لكن احنا دلوقتي مش فاكرين غير الاداء السيء اللي بيحصل دلوقتي. لا يا جماعه، لازم عشان نحلل اللعيبه دي لازم نشوف الموضوع ايه. انا والله وانا بعت بقول لا، طب نعتذر ما نكملش الدوري، طب ما نلعبش كاس مصر، طب نعتذر عن بطوله افريقيا السنه الجايه.